أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا للتغطية المستمرة لثورة تشرين، حيث نناقش استمرار الزخم الشعبي للتظاهرات، لا سيما مع الدعم الطلابي لها، في وقت تخوف السلطات الحكومية المتظاهرين بانتشار فيروس كورونا كمحاولة لفض التظاهرات، بينما يرفض منتفضو تشرين أي حكومة تأتي بها إيران والميليشيات والأحزاب، ويصرون على إسقاط النظام السياسي برمته. لمناقشة كل ذلك ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي. دكتور رافع، مرحبا بكم. حياكم الله أستاذ. أهلا بك. وسيلتحق بنا عبر الهاتف من ميسان الناشط التظاهرات في تظاهرات ثورة تشرين مصطفى مؤيد. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة. إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. نتوجه إلى الدكتور رافع حول موضوع اللجنة السباعية. يعني شكلت اللجنة السباعية من إقطاب العملية السياسية في البيت الشيعي، لكنهم فشلوا في اختيار رئيس وزراء. الذي كان مطروح هو الاسم نعيم السهيل. نعيم السهيل هو ابن أخ طالب السهيل دكتور، وأيضا هو أحد أبناء السهيل الذي كان عضو مجلس النواب في العهد الملكي. لكن هنا، هل ستبقى هذه القوة تجرب وتفشل أمام الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء دكتور؟ يعني قبل هذا وذاك، بسم الله الرحمن الرحيم، قول إن ابن السهيل هذا عضو في يعني حزب الدعوة، نعم، وهو جزء من العملية السياسية. يعني قبل حتى أن يكون ابن فلان وابن فلان والعهد الملكي، هو ابن العملية السياسية هذه. لكن دعني أقول أنه هذه القضية، هناك أزمة كبيرة داخل هذا النظام السياسي، أزمة بنيوية داخل هذا النظام السياسي. هم يريدون أن يرموا الكرة في اتجاه آخر، يريدون أن يضللوا على القضية. القضية هناك شعب ثائر ضدهم بعد 17 سنة من الخراب، وهناك أزمة كبيرة جدا في هذا النظام السياسي اللي شكل المحتل الأمريكي، وبناء على المحاصصة، وهم وجدوا فرصتهم في إضعاف العراق وفي ركوب هذا القطار الذي يؤدي بالعراق إلى التهلكة. نعم. من بداية، دعني أقول هاي الفترة الأخيرة، من بداية الثورة في 1 تشرين، هذه الثورة المباركة، ثورة شبابنا العراقي الجميل، لغاية الآن يعني حصلت أحداث مضحكة. نعم. يعني تدلل على إنه هذه الطبقة السياسية لا تستحق حتى يعني اي منصب في اي مكان، مو اداره بلد. طيب، اللي حصل انه استقال عادل عبد المهدي بناء على يعني ضغوطات الثوره القويه، وبناء على قالوا انه استجابه للمرجعيه. نعم. طيب، واستقال عادل عبد المهدي، هو لم يستقيل. وظل السؤال، هل عادل عبد المهدي مستقيل ام غير مستقيل؟ نعم. برلمان قبل استقالته وهو ذهب، واحنا نشاهد يوميا اجتماعاته بمجلس الوزراء كانت، وقالوا يعني هناك فتره مرشحين كثيرين، واختاروا لنا محمد توفيق علاوي. نعم. وكنا نذكر محمد توفيق علاوي ظهر الى الساحه حتى قبل ترشيحه من قبل، يعني حتى قبل تكليفه من قبل. نعم. رئيس الجمهوريه، يطلع قبل ان يطلع علينا رئيس الجمهوريه يقول كلفت فلان، هو خرج بخطاب طويل ووعود كثيرة. صحيح. وقال أن الشعب قد انتخبني، والشعب بالساحات يرفضه، ومقتضى الصدر طلع لنا بتغريدة يقول أن الشعب انتخبه، وفي أسفل التغريدة يتمنى على الشعب أن يوافق عليه. طيب، هناك تناقض، لكن ظل مصر محمد توفيق علاوي أن الشعب قد انتخبه، والشعب يزداد غليان بالتعبير عن رفضه له. لكن هو يقول انه الشعب انتخبني، وهو باني كل يعني ثقته بوجوده في مجلس الوزراء بمن رشحه. طيب، بمقتدى الصدر اللي دعمه، وبهادي العامري، نفس الكتلتين فتح وسائرون اللي وافقوا على عادل عبد المهدي هم نفسهم الذين رشحوا. طيب، فقال انه انا يعني ذاهب الى، واتفق مع مقتدى الصدر على اطار معين. بعد ذلك، بعد شهر من هذه المداولات وهذه المصيبة التي، والوقت يمضي والشعب العراقي يقدم تضحيات كبيرة. نعم. الميليشيات تقتل بي، والقوى الأمنية تقتل بي،
والناس في الشوارع، وإذا به يعني يقول إنه المفسدين أرادوا من عندي وزارات وأنا ما أعطيتهم الوزارات، لذلك أنا يعني أسحب نفسي من، وهذه كذبة كبيرة أيضا. يعني لا هو وطني ولم يقبل، لكن هو متفق على إطار معين، وهذا الإطار لا يستطيع، لا يملك أن يخرق هذا الاتفاق مع مقتدى الصدر، فلا يملك أن يعطي للآخرين ما يريدونه. لو كان يملك كان أعطاهم وبقى رئيس وزراء وانتهت القضية وبدأنا مشوار جديد. في هذا المشوار الجديد ظهرت الكورونا، ظهر هذا المرض. في كل الأحوال، في كل هذا الوضع، في إطار كل هذا الوضع، الطبقة السياسية، العملية السياسية بكل أحزابها، بكل قواها، بكل ميليشيات، دائما ما كانت تفكر في قضية القضاء على التظاهرات اللي أحرجتها ووصلتها، أظهرت أزماتها. أزمة العملية السياسية وأزمة القوى السياسية الحاكمة للعراق، فتريد أن تتخلص من عدها. وكانت هذه الكورونا خير محاولات كثيرة. في ظل هذا الوضع، هل يذهبون بالدستور، هذا الدستور المطاط اللي كيف ما يريدونه يأتون، مرات اخترقنا الدستور، مرات ما اخترقت الدستور، فراغ دستور، يتحدثون عن هذه الكذبة الكبيرة، والدستور هو لا وجود له، يعني مخترقين آلاف المرات. المهم ذهب عادل عبد المهدي وكنا قال الغياب الطوعي، جاب لنا عبارة الغياب الطوعي ليقطع الطريق على رئيس الجمهورية الكردي في أن يكون رئيسا للوزراء. ما هو بدستورهم هذا، إذا فشل محمد توفيق علاوي ترجع إلى رئيس الجمهورية، إلى رئيس الجمهورية لكي يكون هو رئيس الوزراء. على فكرة اليوم تنتهي المهلة الدستورية، وهي كذبة. المهلة الدستورية منتهي لأن ماكو دستور أساسا. حتى مهلة دستورية وكذبة، لكن هم يقولون هكذا. فالمهم قطع الطريق عليه لكي يقول أنه أنا استجابت للمرجعية، من طلبة المرجعية أنه أستقيل استقالية تاني. بس في نفس الوقت هو قطع الطريق على أنا موجود، قطع الطريق على الرئيس الكردي لكي لا يكون هو رئيس الوزراء، لأنه هذه من حصة الشيعة. فإذا المحاصصة ما زالت هي طائفية وإثنية، وهذه التكوين وهذا المكون الكبير والمكون الصغير. فقطع الطريق عليه بقت وشكلوا لجنة سباعية. اجى شمخاني من ايران بعد ان وجدوا ان العقد قد انفلت، وبعد غياب سليماني، هذا كان المايسترو، وابو مهدي المهندس، يعني عمدتي المايسترو هذا مثل ما يقال، ذهبوا بالصاروخ هذا اللي قتلوهم الامريكان به وانتهى الموضوع. فبعثوا شمخاني، لا يستطيع ان يفعل شيء لانه ايران مأزومة. إيران لديها أكثر من أزمة، أزمة اقتصادية وأزمة مالية وأزمة صحية، الكورونا فتكت بيهم، ومصيبة كبيرة وأزمات كثيرة. لكن دكتور، هو علي شمخاني هو اللي اقترح تشكيل لجنة سباعية. نعم. جاء ليس لديه إلا أن يوحد هذا البيت الشيعي مثل ما يسمونه بلجنة سباعية لكي يختاروا. وذهب هذا شمخاني وغير شمخاني، لا يمكن أن يكون بمستوى قاسم سليمان. قاسم سليماني ضربة كبيرة لإيران، انتهت إيران بها، وإيران مأزومة لا تستطيع أن تختار قائد بقدرة وبقوة قاسم سليماني. قاسم سليماني كان هو الرئيس الإيراني الحاكم الفعلي، كان يأمر وبدون الرجوع إلى أحد، كان يقدر قوات ويأتي بأسلحة ويأتي بخطط بدون الرجوع إلى أحد، هو يقرر. فبالتالي جاء شمخاني حاول أن يجمعهم وذهب، وقالوا السبعة، وبعدين تخاصموا لأنه الأزمة أزمة بنيوية بداخل وجودهم، محاصصات وحصص، وكل طرف يحاول أن يدفع الطرف الآخر لكي يأخذ مكانه، لكي تزيد مساحته على حساب الطرف الآخر، فبالتالي لا يقبل من الطرف الآخر مرشحة. فالأزمة بقت مثل ما هي، وصولا إلى اليوم أعلنوا أنه اللجنة فشلت في اختيار. ونذهب، والآن تتفعل قضية الغياب الطوعي. الغياب الطوعي هم يريدون أن يذهبوا إلى الطوارئ، قانون الطوارئ. قانون الطوارئ يعيد عادل عبد المهدي إلى الحكم. قانون الطوارئ يعيد عادل عبد المهدي المستقيل، سيلغي استقالته ويعيده رئيسا للوزراء بموجب قانون الطوارئ. فاللعبة واضحة، كل هاي التآمر يبه. طيب يعني يستطيعون أن يزيلوا التظاهرات بالطريقة التي يرونها، ويعيدون عادل عبد المهدي، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، ونرجع إلى منطقة الصفر. طيب دكتور، أكو يعني حتى في الفترة السابقة
ربما ناقشناه في تغطياتنا مع جنابكم الكريم. وأيضا أتذكر أني سألتك ربما سيعاد تدوير عادل عبد المهدي، سنأتي إلى هذا المفصل، ولكن نرحب بضيفنا الناشط في تظاهرات ثورة تشرين مصطفى مؤيد. أستاذ مصطفى مرحبا بكم. مرحبا بكم أستاذ، ومرحبا بالضيف أهلا الكريم بي. وشكرا لقناة الرافدة على الاستضافة. أستاذ مصطفى، أكو تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، هذا التقرير يقول أن هدف إيران في العراق هو إنهاء التظاهرات بأي شكل من الأشكال. برأيكم لماذا نعم. إيران ترى في التظاهرات خطر كبير عليها وعلى الحكومة الحالية في العراق؟ يعني بصراحة يعني أنا لا أرى أنه بشكل كامل يعني أنه إيران تحاول أنه يعني تنهي التظاهرات بهذه الطريقة المعهودة. والموضوع اللي صار بقصف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عاد الإيرانيين إلى الواجهة من جديد، ولكن الفصائل والميليشيات المسلحة والجهات التي ترعى المصالح الإيرانية في العراق هي التي تتأثر بهذا الموضوع التظاهرات، لأنها لم تستطيع تقديم الخدمات وتوفير الخدمات البسيطة والأساسية للمواطنين. فبالتالي لما خرجوا المواطنين على الدستور والقوانين التي وضعتها هذه الكتل والميليشيات ولم تلتزم بها، أصبح لزاما على هذه الميليشيات والكتل السياسية الموجودة في الحكم أن تقوم بقمع المتظاهرين لأنهم خرجوا بالسلمية. بكل تأكيد كل الدول التي لا تحترم الديمقراطية ولا تحترم الحقوق الأساسية التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية تقوم بمثل ما قامت به حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة من قمع وقنص للمتظاهرين السلميين وإلصاق الاتهامات، وآخرها ما قامت به من اغتيالات كبيرة قبل تقريبا 5 أيام فجعنا برحيل زملائنا المتظاهرين السلميين كلهم الفنان عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل. طيب أرجو أن تبقى معنا أستاذ مصطفى. أعود إلى الدكتور رافع. دكتور رافع، عادل عبد المهدي هل يمكن إعادة تدويره مرة أخرى باعتبار أنه ربما يكون الحل للخروج من هذه الأزمة، تعتقد ذلك؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك، يعني لأسباب كثيرة وأن قلتها وأقولها مرة أخرى. نعم. تظاهرات هذا الشباب الراعي اللي خرج يوم 1 تشرين، ومن البداية كان يريد أن يسقط الحكومة، وكان عادل عبد المهدي على رأس الحكومة. نعم. وعادل عبد المهدي في ذلك الوقت لم يكن على الأقل بشكل مباشر وبشكل علني متهم بدماء الناس. لكن بعد مواجهة التظاهرات بالقتل، بالرصاص، بالقنابل الحارقة، بالقنابل الدخانية اللي تقتل، بالميليشيات اللي تابعة للحكومة، وأكثر من 1000 شهيد قدموا هذه التظاهرات، و30,000 جريح و5,000 معوق، مصيبة كبيرة. عادل عبد المهدي هو القائد العام للقوات المسلحة، هو رئيس الوزراء، هو المسؤول عن الأجهزة الأمنية، 14 جهاز أمني، هو المسؤول عن الميليشيات، يقول أنها كلها تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة واسمها الحشد الشعبي، هو يقول. طيب إذا هو مسؤول عن دماء الشباب اللي هدرت في الساحات بهذه الطريقة، يعني اللي استهتروا بدماء العراقيين بهذه الطريقة وقمعوا الناس وهم يتحدثون بالديمقراطية ودستورنا اللي يسمح بالرأي والرأي الآخر ويسمح بالحرية، وبالتالي يقمعون الناس بهذه الطريقة الاستبدادية. فعادل عبد المهدي متهم. إضافة إلى الفساد والخراب اللي موجود بالعراق 17 سنة هو جزء من عنده، من 2003 لحد الآن هو جزء، يده ملطخة بدماء العراقيين. إذا هناك رفض الآن أكبر مئات المرات، بس رفض مستحيل. طيب. في قبول بعادل عبد المهدي، لكن أنا أتحدث هذا الجانب الشعبي والعراقي والشعب العراقي. طيب. لكن في الجانب الآخر هذه العملية السياسية طوال هذه الفترة لا تراعي الشعب، ليس لها علاقة بالشعب، مقطوع عن الشعب. يعني حتى في اختيار محمد توفيق علاوي لم تصغي للشعب، ليس لها علاقة بالشعب. وحتى في اختيار هذا تحدثت عنه ابن السهيل، نعيم السهيل، نعم، لم يعودوا إلى مرة أخرى يكررون نفس القضية بنفس الاتجاه، وبعدين قالوا يعني ربما لم يتفقوا عليه، وهكذا. الآن هناك أحاديث عن عودة عادل عبد المهدي. هم في داخل العملية السياسية هم يريدون، أنا أتحدث عن جانب آخر، نعم هم يريدون عودته. هناك خلافات بينهم
حتى داخل هذا البيت الشيعي ما يسمونه حول عادل عبد المهدي. نعم. هناك من لا يقبل به ويقبل به، يستطيعون أن يتفاهموا عليه، لكن هل سيقبله الشعب؟ ما هي هذه الكارثة. هم لا ينظرون إلى هذه الثورة أنه الآن مستقبلهم على المحك. نعم. حياتهم كلها على المحك، لا ينظرون إلى هذا، وقلناها ونقولها، هم يرونها بعيدة ونراها قريبة. نعم. الثورة قادمة والثورة ستحقق أهدافها. هم يعتقدون أنه ما دام تلك السلاح والميليشيات هذا كافي لحمايتهم وهذا لا يحميهم. وأكبر الأنظمة الاستبدادية، يقرأوا التاريخ، أكبر الأنظمة الاستبدادية كانت تملك مثل هذه الأجهزة، حتى في إيران. نعم. الشاه كان يملك كل هذه الأجهزة. صحيح. لكن عندما ثار الشعب سحقه، وفي كل مدن الدنيا. نعم. يعني هذه إيران اللي هي مرجعيتهم. نعم. هذا تاريخه، وسيسحقون حتى ذول الملالي سيسحقون. راح تجي الفترة يسحقون أيضا بالشوارع. فبالتالي أنتم على ماذا تعولون؟ الاختيار هذا مرة أخرى لعادل عبد المهدي أو شخصية مثل ما يقولون جدلية مرة أخرى. نعم. ستؤجج الشارع مرة ثانية، ربما الشارع، دعني أقول. نعم. هذه الكلمة المهمة. ربما الشارع يجبر بإجراءات قانونية، بإجراءات يسمونها قانونية. يعني اليوم أو يوم أمس ذهبت خلية لوزير الصحة وجماعته إلى مجلس القضاء الأعلى. نعم. واستطاعوا التفاهم، هذا اللي يقول أنا مستقل وزير. نعم. الصحة، وسنتكلم عنه. نعم. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. المهم يقول أنا مستقل، لكن ذهبوا ووصلوا إلى قرارات. رئيس مجلس القضاء الأعلى أعطاهم قرارات، واحد من القرارات بغض النظر عن كورونا شلون نعالجها ما أعرف منه، بس واحدة من عندها منع التجمعات والدعوة إلى التجمعات مهما كان شكلها. يقصدون التظاهرات. التظاهرات. نعم. يقصدون التظاهرات. قانونيا يدخلوها بفقرة من قانون الجنايات العراقية، 3 سنوات يحكمه. فلاحظ اللعبة وقوانين طوارئ، يريدون ترجع العملية السياسية. الزمن لا يعود إلى الوراء. يعني العراق ما قبل 1 تشرين غير العراق ما بعد 1 تشرين. هذه لا يفهمونها. الثورة ستخرج مرة أخرى، ربما ستضطر إلى الانحسار، مو الانحسار، إلى تأجيل. ربما إلى الذهاب إلى، ربما هو القرار للشباب. نعم. لكن في كل الأحوال الثورة مستمرة، لن تتوقف أبدا، وفي أي لحظة، حتى لو كانت كورونا وغير كورونا. نعم. أنا قلت أكثر من مرة. نعم. الصين 1,300,000,000. نعم. إيش قد كتلت من عندهم الكورونا؟ 3,000 خلال هاي 3 أشهر. نعم. لكن إيش قد كتلتوا أنتوا ونفوسنا؟ 35,000,000، وقتلوا من عندهم 30,000 بين قتيل وجريح. نعم. قتلتوا 1,000 واحد، فبالنسبة والمناسب والتناسب. صحيح. قضية. نعم. كبيرة جدا. نعم. جدا. نعم. فبالتالي من الأخطر؟ الكورونا لو أنتوا سلاحكم وقوات الشغب مالتكم وميليشياتكم، ميليشياتكم وأنتوا فسادكم وخرابكم أفتك بالعراقي من الكورونا وفتك. طيب. وقدرته. هذه حقيقة. طيب أستاذ مصطفى، يعني لو تحدثنا عن فيروس كورونا وأيضا علاقته بالتظاهرات، يبدو أن قوى السلطة والحكومة ربما تعول على حظر التجوال وأيضا الضخ الإعلامي لتفشي فيروس كورونا لفض التظاهرات. هل ستنجح في هذا المسعى أستاذ مصطفى؟ يعني بكل تأكيد احنا بغض النظر عن يعني الأمور التي تصدرها السلطة والتي تحاول فيها انحسار وتقليص المظاهرات مثل ما قال السيد الكريم اللي يمك، احنا كمتظاهرين بكل تأكيد ما يهمنا في المرحلة الأولى هو الحفاظ على صحة وسلامة زملائنا وأصدقائنا الشباب المتظاهرين، لكن في نفس الوقت سوف نحافظ على التظاهرات وعلى خيم الاعتصامات الموجودة من خلال تعبير هذه الخيم والالتزام بالوقاية الصحية والالتزام بلبس الكمامات والكفوف والتعبير وغيرها، تقليل أعداد الناس الموجودين داخل هذه الخيم، كذلك إيقاف وتأجيل المظاهرات الطلابية الأسبوعية من أجل الحفاظ على هؤلاء الشباب، هم نعتبرهم بصراحة خط الصد الأول، ويعني المقدار الذي نستلهم من الهمة كل يوم أحد اللي هم الطلبة، فممكن أنه تتأجل مثل هكذا تجمعات لحين انحسار المرض عبر مرحلة الحضانة، وبدأ الموضوع تكبر خطورته، لكن في كل الأحوال لن تتراجع هذه الخيم ولن يعني ينهى وجودها في ساحة التحرير أو في بقية المحافظات، ممكن أن تؤجل بعض الأنشطة، ممكن أن تقل الأنشطة، لكن يبقى الزخم والتعاطف والدعم الجماهير والإعلامي متواجد مع المظاهرات لا سيما وهي تحقق الكثير والكثير من مطالبها مثل قانون الانتخابات
وإيجاد رئيس وزراء مستقل انتقالي للمرحلة القادمة إن شاء الله. دكتور رافع، يعني لو انتقلنا إلى حديث وزير الصحة يقول النظام الصحي في العراق يتفوق على في إجراءات ضد فيروس كورونا، يقول يتفوق على نظيره في بريطانيا. أيضا تحدث الوزير عن كارثة صحية في العراق، الوزارة قال تحتاج إلى 5 ملايين دولار. أولا، هل يعقل أن الوزارة لا تمتلك هذا المبلغ؟ ثانيا، الحكومة ما تستطيع أن تمول الوزارة، وزارة الصحة بهذا المبلغ؟ لكن قبل ما نستمع إلى إجابتك دكتور، سوف نذهب إلى مقطع مصور لوزير الصحة جعفر علاوي الذي يطالب بالدعم الدولي لمواجهة هذا الوباء، لنستمع تصريح وزير الصحة. سيدي، إذا لا سمح الله انتشر مثل إيران ما عندنا إمكانية. احنا حسب تقسيم الصحة الدولية العراق رقم 176، يعني احنا قريب الصومال، بينما إيران رقمها 80. الدول العالم يعني إيطاليا رقم 1، فإذا رقم 1 يعني تفلشت، يعني حتى الحكومة ما لها تصور. إيران رقمها 80 اللي هي تقريبا 100 درجة أعلى من عندنا، تعبت. فأنا إمكانيتي جدا ضعيفة حقيقة من كافة النواحي، حتى فلوس طلبنا من الحكومة العراقية أنه تعطينا 5 ملايين دولار، لأن كان عندنا مشكلة صارت في كركوك ما حصلت لي حد الآن، صار قريب الشهر. طلبنا طوارئ ماكو، لأن احنا دولة تصريف أعمال. النفط نزل سعره، ميزانية الدولة في حالة صعبة. قابلت أنا المسؤولين، الأخ عادل عبد المهدي مشكورا، والأخ فؤاد حسين مشكور، الكل يسعى أنه يعاوننا بس ماكو فلوس، وأحنا في حالة جدا صعبة. أي زيادة لا سمح الله في عدد المرضى، ما أعتقد لا وزارة صحة ولا صحة دولية ولا أحد راح يقدر، يعني إذا صار بينا من اللي صار في إيران يعني كارثية حقيقة. دكتور، هذا كان لقاء مع السيد حسين الصدر في الكاظمية. الحكومة ما تمتلك هذا المبلغ، وزارة الصحة لماذا لا تستطيع أن تحصل هذا المبلغ؟ لكن السؤال الأهم دكتور، ما علاقة السيد حسين الصدر بهذه الإجراءات الوقائية؟ قبل علاقة حسين الصدر، قبل علاقة كل هذا الموضوع، دعني أقول لك يعني حتى الصورة تكون متكاملة. عندما تحدث عادل عبد المهدي، تحدثت العملية السياسية، تحدثون طوال هذه الفترة عن تكنقراط ومستقلين، وراح نجيب لكم مستقلين وناس مستقلين ووزارات وزراء مستقلين واستطيع ان يعمل، كان هذا الحديث طيب دائما. نعم، واحنا لبينا المطالب وجبنا وزير الصحه من الناس اللي قالوا انهم، يعني بغض النظر انا لا اعرف الشخص، نعم، قالوا انه مستقل وتكنقراط وطبيب معروف، وقد يكون هكذا. نعم، لكن انت تضع هذا الموضوع، كل وزير، كل مسؤول، أنت تلاحظ أعماله، وأعماله من تقيمه، ماذا يعمل، ماذا يقول، وبالتالي تقيمه على أساس هذا. نعم، هل هو فعلا مستقل؟ يعني مستقل غير مرتبط بأحزاب، نعم، غير مرتبط بهذه العملية السياسية، يتكلم بنفس واحد لا يهمه إلا العراق، لا يهمه إلا مهنيته. نعم، وعندما تكون مهنيته هي الطاغية، إذن هو سيعمل للعراق. طيب، عندما رجل بهذا الوضعية، عندما يخرج قبل 10 أيام ويقول الكورونا تفتك بالناس، تفتك بإيران، ويقول إنه العراق نظام الصحي أفضل من النظام الصحي في بريطانيا وفرنسا، نعم، أنت تستغرب هذا الموضوع، ومباشرة تحكم على الشخص إنه مرتبط بأحزاب السلطة وهو يدافع عن العملية السياسية. طيب، لسبب بسيط جدا، لأنه طوال 17 سنة هذه العملية السياسية متهمة بالفساد، وواقع الحال هي فاسدة. لم تبني مستشفى واحدة، لم تبني مركز، كل القاعدة الصحية العراقية، كل البنى التحتية الصحية العراقية قد دمرت. والداخل إلى مستشفى، أي مستشفى في العراق الداخل لها مفقود والخارج منها مولود، يدخل صاحي ويخرج مريض إلى المستشفى. هذه دور الشفاء، هي دور المرض حقيقة. والناس تتعافى بالخارج، من يذهب إلى كردستان، كثيرين يذهبون إلى الأطباء، والباقيين يذهبون من يستطيع، حتى اللي ناس ما تستطيع بأمراض بسيطة باعت حتى بيوتها لتذهب إلى الهند وغير الهند حتى تتعالج. هذه حقيقة لولا، هذه حقيقة العراق. صحيح، فبالتالي أنت ما عندك نظام صحي نهائيا. عندما يتكلم بهذه الطريقة تستغرب،
إذن هذا من العملية السياسية. بعد أيام بسيطة يخرج بهذا اللقاء ليقول أنه هو يطلب 5 ملايين من الحكومة مدى تنطي، وهو هو مو بس وزير الصحة، هو هذه رئيس اللجنة الخاصة يسموها خلية الأزمة. خلية الأزمة يعني العراق كله بيديها، العراق كله هي من تقرر ماذا يعمل العراق. صحيح. سياسيا واقتصاديا وأمنيا وحدود، هذه الخلية هو رئيس لجنة الخلية. هذا ما يطلب 5 ملايين وما ينطوه إياه 5 ملايين، وإحنا بلد المليارات، تريليون دولار ضيعناها بالفساد والخراب والمشاريع الوهمية، ونتحدث عن نهضة واقتصاد ومحمد توفيق علاوي من قدم لنا هذا البرنامج الغريب عجيب هذا 20 صفحة، سوانا خطط تنمية ما سوانا وفلوس وقضية غريبة عجيبة والخزينة فارغة، ووزير المالية تحدث لنا عن لا يعني احنا عندنا فائض من الخزينة ما اعرف شنو هو، وعندنا وزير التجارة يقول عندنا مخازننا ما اعرف شنو، والبطاقة التموينية ما بيها مادتين. وعادل عبد المهدي يوزع للمواطنين 0.5 كيلو عدس. اذا كانت مخازنكم مليانة بالأغذية، ليش الشعب، ليش العراقيين 10 ملايين يأكلون من المزابل؟ ليش الفقر ازداد؟ ليش إذا كنتوا أنتوا الذهب، ما أن رصيدنا من الذهب، ما أعرف. كذبة كبيرة جدا، وهذه الدولة كذابة إذا كانت اسمها دولة. هي لا دولة، هذه العصابة. عصابة وكذابة بهذه الطريقة. فبالتالي يقول إحنا مرتبتنا 176 عالميا، وإيران اللي 80 هلكت اتدمرت، وإيطاليا رقم 1 انتهت. فإحنا إذا أصابنا القضية شلون يصير كارثة. إذا هو 5 ملايين ماكو ميزانية طوارئ في البلد، هذول اللي 17 سنة صار لهم يقولون إحنا جينا من أجل بناء الإنسان والوطن على مبدأ الحسين. هذول اللي يحجون بهاي الطريقة 17 سنة ما عندهم ميزانية طوارئ، 5 ملايين ما قدرون يوفرون وزارة الصحة، بس عندهم سلاح يشترون الميليشيات وقنابل ومعرف منه هاي استادية وبوق ويسوي ومعرف شنو، وأرصف 21 رصيف للعتبة العباسية والحسينية والمادري والميليشيات كلها ما يخالف هاي موجودة، لكن 5 ملايين وزارة الصحة ما يقدر يدبرها، ماكو شو يسوي، ما والنفط هبط الأمور في ذهب. وهو نفسه إضافة إلى هذا، نفسه هذا رئيس لجنة الطوارئ والمصيبة هذه ووزير الصحة التكنقراط راح إلى المجلس القضاء الأعلى، وصل مثل ما تحدثت قبل قليل، وصل إلى قرار أنه منع التجمعات. وين الاستقلال، وين التكنقراط، وين من كل هذا الكلام؟ الآن الكلام، وهو يتحدث طبعا لو الكلام كملي يتحدث هذا الشيطان الأكبر اللي يقولون إحنا دا نحاربه، متبرع لهم 37 مليون دولار، متبرع 37 مليون دولار، وين راحت ما حد يدري، هم أيضا يعني راحت. العراق ما بي كمامات، ما بي أدوية مطهرات، ما بي كل شيء، العراق بس الله يستر العراقيين ويحفظهم للعراقيين. لأن ذول مساكين، هذا الشعب مسكين ما له ذنب، وهؤلاء كل ذنب كل همهم أن يزيلون التظاهرات وأن يرجعون يحكمون يبوقون وينهبون هم الصحة وعافية، والشعب خلي يروح إلى المقابر، مقابر جماعية، هذا الشعب كله خلي يذهب إلى. إذن قضية ليس لها علاقة، لا أكو مستقل ولا أكو تكنقراط، وهذولا يدورون نفسهم تدوير نفايات ليس أكثر. أنت تحتاج إلى نظام وطني جديد يزيح كل هذا الخراب ويجي يبني دولة بها خير، تراعي المواطن، تهتم بشؤونه، تهتم ببلده، تهتم بأمواله، بتنميته، بصحته، بمصيرته. لا عندنا مدارس، لا عندنا، طلعت وزيرة التربية تتحدث عن نظام تربوي جديد، الآن كارثة، كل العالم الآن يدرس عن بعد. العراق شلون يدرس عن بعد؟ خلي يشوفون التلفزيون التربوي، ليش ياكو كهرباء حتى يشوفون التلفزيون التربوي؟ ما انتم كارثة كبيرة، انتم بكل المعايير كارثة كبيرة، شلون راح تعاملون يا الطلاب؟ شلون راح تعاملون يا مواطنيكم؟ طيب استاذ مصطفى، لو تحدثنا عن محافظة ميسان، يعني انتم هناك عندكم اجراءات طبية وقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا خاصة في ساحات التظاهر، يا ريت لو تحدثنا عن هذا الامر. يعني طبعا انا على فكره لازم الكل يعرفها، ان ساحات التظاهر في محافظه ميسان اصبحت خاليه من المدنيين بشكل كامل،
بعد سيطرة التيار الصدري على هذه المظاهرات، وكان آخرها هو سحب تقريبا 8 خيام من خيم المدنيين المتواجدين في محافظة ميسان وتحويلها إلى ساحة التحرير مثل خيمة الشهيد أمجد الدهامات والخيم المدنيين. لهذا الخيم الساحة التظاهر في محافظة ميسان التيار الصدري فقط توجد فيها خيم للمدنيين، لكن بشكل عام المتظاهرين في محافظة ميسان حالة التظاهر. قبل يومين هناك حملة أطلقها تيار الصدري في العراق لتعفير كميع المناطق ومن ضمنها ساحات، تم تعفير ساحات التظاهر في محافظة ميسان حالة بقية ساحات التظاهر في المحافظات. أما على مستوى وزارة الخلية الأزمة في محافظة نعم لحد في موضوع أستاذ مصطفى، راح نضطر أن نغلق التليفون ونتصل بك مرة ثانية لأنه الصوت يعني يصلنا متقطعا. دكتور رافع، الحكومة في العراق اتخذت إجراءات، من ضمن هذه الإجراءات أنه فرضت حظر التجوال يبدأ من باكر الثلاثاء حتى 23 من هذا الشهر. هل هذا أقصى ما يمكن أن تتخذه الحكومة؟ لاحظ أستاذ محمد، نعم، يعني كذب هذه الحكومة وادعائها هو وصول إلى قناعة كاملة عند كل الناس، عند المجتمع الإقليمي والدولي والعراقي طبعاً أولاً، إنه هذه المجموعة مجموعة عصابة ليس لها علاقة لا بحقوق الإنسان ولا بالحكم ولا بأي شيء، عصابة مجرد للسرقة والقتل. وسأقول لك لماذا. يعني الآن يفرضون إجراءات حضرت لماذا؟ حفاظ على حياة الناس. طيب، ما الناس هذول الشعب كله من قبل أكثر من شهر يطالبكم مضطر يطلع على الحدود حتى تسدون المنافذ الحدودية. إيران بصفكم بؤرة للمرض، وإيران تعلن أن احنا بؤرة. نعم. ومدنها تفشى بها الوباء بشكل كبير جدا جدا. نعم. هذه الحقيقة، ويومية الوفيات. نعم. بالعشرات. نعم. وباء الطائرات ما زالت مستمرة تنزل بنا، كل العالم قطع، يعني كل دول الدنيا قطعت حدودها مع حفاظا على مواطنيها. صحيح. انت مساد الحدود، فاتح الحدود يتدفق علينا الوباء من إيران، وانت تتحدث عن حظر التجوال للعراقيين. لماذا تحظر التجوال للعراقيين؟ انت خايف على العراقيين؟ انت خايف من المظاهرات، تزيل المظاهرات فقط. نعم. انت لو خايف على العراقيين كان سديت الحدود من اول يوم. هاي قضيه ما لها علاقه، يطلع الصغير على المنبر يقولها قضيه سياسيه مقصوده. ايران ليش ايران؟ شنو ايران؟ ايران بؤره بالمرض، شنو قضيه سياسيه؟ انت تخاف على الشعب؟ انت عراقي لو ايراني، اذا انت ايراني اخذ هذا منبرك وروح لايران اخطب هناك. نعم. ليش قاعد يمنه؟ روح انت هناك حارب لهذا الفيروس وخلينا نشوف بكي بضحك ونخلص حقيقه. نعم. اما انه انت واقف على المنبر وتدعو العراقيين لا تغلقون الحدود والمنافذ الحدوديه. يقول ليش تستهدفون فقط ايران؟ تفضل. اي هذا منطق غريب عجيب. نعم. والمنافذ الحدوديه كلها بيد الميليشيات، يدخلون مخدرات وسلاح وادويه وتاجرون كل شيء. نعم. وملايين الذبح عليهم، وتجاره ايران ماشيه. شنو علاقه ايران؟ ما يموت العراق كله. نعم. المهم ايران باقيه. هذه هي القضيه. انت الحدود ما سديتها، 1200 كيلومتر مفتوحه على العراق. نعم. تتدفق الامراض والفيروسات على العراق، هذه ما تحكي. والطائرات يوميه تنزل، نزلت بالنجف، نزلت ببغداد، تنزل اسعافات لموهم. هذا قبل ايام كان تحدث هذا مدير صحه الكرخ اللي صار له 14 سنه ما حد يقدر يزيحها. نعم. لانه هو من حزب الدعوه، ما ادري. نعم. يقول المرجعيه جايبتني، ما ادري. المهم دي يدور على واحد عزم اجى من ايران وعزم ما ادري 180 واحد، ما ادري 80 واحد. صحيح. دي يدورون عليهم. نعم. نبحث عنهم وكأنه هو يحكي لنا قصة راح نتعاطف وياه ونلطم وياه لأنه هو يحكي لنا. ليش هو بالأساس أنتوا هذا جاء من إيران، ليش ما لزمتوا حجزتوا؟ نعم. ما هو جاي من بؤرة بها أمراض. صحيح. ليش ما حجزتوا قبل أن يلتقي بالناس ويعزمهم؟ عزمهم هو شلون دخل العراق؟ نعم. دخل حجزه وشوفه وفحصه، مو تقولون إحنا فحص. نعم. هذا وزير الصحة اللي يقول أنا تكنوقراط وأني مستقل وأني ما لي علاقة، ليش ما حجزته؟ بهاي مستشفى الفرات مالتكم. نعم. وحجزه واشوفه 14 يوم 20 يوم واشوفه صحيح ما بطلعه خلي يلتقي بالناس. نعم. انتم طلعتوه للناس ونشر الوباء ماله، وهسه ندور على الناس
وكلفنا جهاز الامن الوطني، وجهاز الامن الوطني يدور لنا على الناس ويجيبوا لنا اياهم. 180 واحد من 80 واحد، نعم. شنو ذنب العراقيين؟ القضيه اذا لا لها علاقه بحقوق الانسان ولا مهتمين بالعراقيين ولا لهم علاقه بالعراقيين. هذه الحكومه والعمليه السياسيه ما لها علاقه. والدليل على هذا عوائلهم كلهم برا، بغض النظر حتى يعني لو كان عوائله. هو نعم. عنده المعقمات وعنده، حتى لو كانوا بالداخل ايش هو قاعد وياك؟ نعم. قاعد بالحريه، قاعد بالثوره، قاعد طبعًا. بمدينه الصدر، لا هو قاعد قاعد بمكان غير شكل، ومنطقه خضراء، والتهويه غير شكل، وضعيه غير شكل، والتعقيم غير شكل، وعنده اطباء غير شكل، وجابوا صينيين يداروهم. نعم. هاي قضيه غير شكل. اما انت تمنع الجسم منع التجوال وانت فاتح الحدود، ليش تمنع؟ صحيح، ليش فاتح الحدود وينطيك موعد احنا راح نغلق الحدود الاثنين القادم؟ نعم. ليش الاثنين القادم يا ابي؟ احنا راح نسوي حظر التجوال يوم 17 ورا الزياره مال كاظم. نعم. ليش ورا الزياره مال كاظم؟ ليش ذول اللي يروحون للزياره مال كاظم ذول الناس ما تصاب؟ لا طبعا، ذول مو عراقيين، مو خطيه طبعا. يعني اذا اجلت الزياره ايش راح يصير؟ نعم. ما خوفا عليهم. انت ما خايف على حد، ما تدير بالك. اوقف طيب بالشارع، اطلع اطلع. نعم. بس شو اسمه، 3 سنوات نحبسك، 3 سنوات يحبسوه اذا بقى بالشارع وحضر تجوال اسبوع والناس لا عارفه تاكل. فقره 3/4 الشعب صحيح. العراقي فقره، مين ياكل اذا صحيح. اسبوع انت صحيح. انت مو مقتدى الصدر حارب الناس، ضربهم بالسكاكين ودز اهل القبعات الزرق، لانه قطعوا الطرق وقطعوا رزق العالم. 8 أيام راح يقطعون الطرق العالم، شلون هذا مو رزق العالم؟ صحيح. شلون والحدود مفتوحه؟ ليش اكو ناس يوم بيوم رزقها دكتور؟ هاي مصيبه كبيره. طيب اذا هؤلاء نعم. ليس لهم علاقه لا بالمواطن ولا بالناس، وهاي الثوره على حق، وان شاء الله تنتصر هاي الثوره. نعم. ستنتصر هاي الثوره، اجلت ما تاجلت هي ستنتصر. طيب إن شاء الله. استاذ مصطفى، تعتقد ان موضوع حظر التجوال اللي فرضته الحكومه على بغداد وايضا في بعض المحافظات راح تستغل الأجهزة الأمنية القمعية في السيطرة على ساحات الاعتصام، تعتقد ذلك؟ يعني بصراحة القوات الأمنية القمعية اللي تحاول أن تستهدف ساحات التظاهر هي يعني غير قادرة بصراحة على هذا الموضوع، وأثبتت فشلها خلال 3 أو 4 أشهر في قمع المتظاهرين، وكان السيطرة القمعية لها كانت واضحة من خلال القنص، من خلال الاعتقالات، من خلال الاختطاف والاغتيال الغير مبرر بدون أي مستوى قانوني. فلا أعتقد أنها سوف تستطيع أن تقوم بقمع التظاهرات بطريقة إغلاق الطرق وفرض حظر استجوال بصراحة، لأن منطقة التظاهر تذخر بوجود الكثير من الشباب الناشطين والمتظاهرين في داخل ساحات التظاهر، وبصراحه وصلت اعداد كبيره من المعقمات ومن المواد الغذائيه الجافه الى خيم ساحات التظاهر في ساحه التحرير وفي بقيه المحافظات، ولهذا الشباب المعتصمين سوف يكون مرابطين في داخل هذه الساحات ولن يخرجوا منها. طبعا ممكن انه يكون عددهم اقل، ممكن انه يكون موضوع الـ يعني التعقيم والتعفير وغيرها راح ياثر نوعا ما على النشاطات، راح مثل ما قلت لك قبل قليل انه نوقف المسيرات الطلابيه لفتره قليله ممكن، لكن هذا لن يؤثر على ساحات الاعتصام ولن يؤثر على عدد الخيام. بالعكس الخيام تزداد عددا، قبل يومين تم نصب خيمه جديده للشهيدين عبد القدوس قاسم وكرار عادل في ساحه التحرير بعد اغتيالهم في محافظة ميسان، فنزداد عددا وتأثيرا رغم كل المخاوف والمخاطر التي تحيطنا. طيب دكتور رافع، قبل قليل تحدثت عن يعني هذا الموضوع، موضوع حظر التجوال سيتأثر به أصحاب الدخل المحدود وسيتحمل الناس هذا العبء الكبير على كاهلهم بسبب حظر التجوال، وذلك درءا لانتشار فيروس كورونا في العراق. ما المطلوب من الحكومة أن تعمله يعني غير حظر التجوال من وجهة نظرك؟ المطلوب أنت نعم. يعني هي والعملية السياسية يركبون يعني طريق الهروب إلى الخارج ويخلصونه، لأنه لا يعملوا الشيء الحقيقة. عندما يتحدث وزير التجارة يقول مخازننا مليانة وموادنا ما أعرف شنية، ويطلع وزير الصحة رئيس الخلية الأزمة يتحدث نعم. عن 5 ملايين دولار رادها اللي سمطوها هي قبل شهر. نعم. وين الكذب؟ تناقض بين هذا وهذا. إذا دولة مهتمة تترس مخازنها تحسبا لأي ظرف طارئ من المواد الغذائية والمواد المعرف منه والمواد اللي تديم حياة بالبلد. نعم. اللي قادرة أن تسوي هيك
ما قادرة أن تجيب 5 ملايين دولار تعطيها الوزير الصحة، الوزير الصحة رئيس خلية الأزمة حتى يحل مشكلة كبيرة ووباء كبير والدنيا مقلوبة علينا والعراقيين مهددين بالموت. شيء ما يشبه شيء. هذا التناقض. احنا بالعراق من عام 2003 لغاية الآن عشنا حالة غريبة عجيبة. يعني العالم كله ما شايفها. الشيء ونقيضة، الشيء ونقيضة حقيقة. يعني يتكلمون شيء ويفعلون نقيض الشيء تماما. يقولون يعني تراهم يتحدثون عن العراق وفعليا لا وجود للعراق بأفعالهم. يتحدثون تراهم يصلون وهم يسرقون، تراهم يتحدثون بالدين وهم أول الناس المشككين بالدين. قضية غريبة عجيبة. يتحدثون عن النزاهة وهم أكثر السراق، يتحدثون عن الشرف وهم فاقدين للشرف والكرامة، يتحدثون عن الاستقلال وهم راهنين إرادتهم الذاتية وإرادة البلد إلى الأجنبي وهم عملاء للأجنبي. يشتمون الناس لأنه يخرجون بالشوارع يتظاهرون عليهم، وشفنا شتموا المتظاهرين قالوا ذولا جوكرية وذولا ولد السفارات وهم الذين جاء بهم الاحتلال. شيعة الإنجليز هم جاء بهم الاحتلال. قالوا هكذا عنهم، يشتموهم وهم الذين لا يستحون، اللي جاءوا بهم الاحتلال وحماهم الاحتلال ونصبهم حكام على العراق. هذه الحقيقة. ينسون هذا التاريخ أم يريدون أن ننسى هذا التاريخ، أم يريدون أن يضحكوا علينا؟ بالتالي نحن نعيش هذه التناقضات. يحكي لك وزير الصحة شكل ويحكي وزير التجارة شكل، وأنت تعرف أنه يعني الكذب واضح. الحقيقة واضحة أنه هذا البلد ليس بلداً، ليس دولة. العراقيين يعني يعيشون بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، ورب العالمين وحده اللي حاميهم، وهذه الدولة لا لها علاقة بهم، وهذه العملية السياسية ليس لها علاقة بهم. وهؤلاء مجرد لصوص، وسيأتي الزمان قريبا إن شاء الله اللي ينزاحون كلهم، وأهل العراق يستطيعون يحكموا بلدهم. طيب، ويستردوا بلدهم. دكتور، حرجع لك بسؤال افتراضي لكن أتوجه بسؤال إلى الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، أنتم كمتظاهرين في محافظة ميسان، إذا نفترض جدلا تم فرض نعيم السهيل على أن يكون هو رئيس وزراء العراق القادم، ما هو موقفكم كمتظاهرين؟ يعني الصراحة حسب ما وصلنا وردنا من المعلومات أنه نعيم السهيل خارج يعني المفاوضات في اختيار رئيس الوزراء. طيب، لكن في حال افتراضاً أنه لو تم يعني فرض نعيم السهيل كما كان فرض محمد توفيق علاوي سابقاً أن يكون رئيس الوزراء، بالتأكيد سوف تكون هناك مجموعة من الخطوات التصعيدية للمتظاهرين في محافظة ميسان، وستكون هناك مجموعة من الوقفات والاعتصامات أمام قيادة الشرطة وأمام المباني الحكومية من أجل رفض هذا المرشح، وستكون لنا أيضا خطوة تصعيدية غير معلنة ستكون في بغداد في ساحل التحرير في حال فرض نعيم السهيل المرشح الجدلي والغير مرغوب به بصراحة. إذا أصرت الحكومة واستمرت في هذه المراوغة للمتظاهرين السلميين ولم تعطي اهتماما لمطالبهم السلمية والشرعية في موضوع اختيار رئيس وزراء، ستكون للمتظاهرين السلميين خطوات تصعيدية سلمية أخرى في موضوع اختيار رئيس وزراء إن شاء الله. أنا أشكرك أستاذ مصطفى مؤيد من محافظة ميسان الناشط في تظاهرات تشرين، شكرا جزيلا لكم. دكتور رافع، مثل ما ذكر أستاذ مصطفى يقول بأن نعيم السهيل هو شخصية استبعدت، لكن الموضوع ما زال داخل أروقة اللجنة السباعية المشكلة من قبل الأحزاب السياسية، لكن إذا تم فرض نعيم السهيل شلون نشوف مستقبل العراق؟ لا، هم اساسا هم اعترفوا قالوا انه اللجنه الصباعيه انتهت. هم قالوا يعني دوله القانون، هذه دوله اللا قانون، دوله جماعه المالكي والسائرون، جماعه مقتدى، وحتى جماعه الحكيم قالوا انتهت هذه القضيه، انتهت ولن نتفق. طيب، وانتهى الموضوع، وهذا غير ورجع وما يسمونه المولة الدستوريه قد انتهت. لكن يعني اي شخصيه اخرى يطرحونها حتى لو متفقين، هم سياتون بشخصيه منهم، لأن أنت بالتالي ستسأل نفسك هل من المعقول أن يأتوا مثل ما يسمونهم شخصية غير جدلية؟ يعني شخصية غير جدلية، غير فاسدة، مستقلة. تحدثنا عن المستقلين. هذا مستقلة قادرة أن تمسك كل هؤلاء اللي رشحوها وجابوها وتخليهم بالسجون. ما هم كلهم متهمين بالدماء ومتهمين بالفساد. فاللي يريد يجي ويقول أنا وطني مثل محمد توفيق علاوي،
عليه وقال انا راح اقدم اللي قتلوا المتظاهرين للعداله. صحيح. اللي قتلوا الميليشيات والقوى الامنيه انت تقدر تقدمهم للعداله وهم جابوا كرسي الحكم. وقال انه الفاسدين كلهم ادخلهم للسجون. هذول كل الاحزاب كلها فاسده وكلها اثرت على حساب العراق. صحيح. على حساب المواطن العراقي انت تقدر تدخلهم للسجون هم فبالتالي هم لا يرشحون احد يقودهم الى السجن ويقودهم الى ان يتركوا كراسيهم هم متمسكين كراسيهم. نعم. ويدافعون عنها بدمائهم وبدماء الابرياء. هذه يعني يسفكون دماء الابرياء من اجل ان يبقوا على هذه الكراسي. هذه الحقيقه. فبالتالي هم لا يرشحون الا نموذج منهم. يعني كائن من يكون هو نفس محمد علاوي هو نفس عادل عبد المهدي هو نفس العبادي هو نفس المالكي نفس الوجوه من هذه العمليه السياسيه. بالتالي هم يريدون هذه الحقيقه. هم يريدون ان تستمر هذه العمليه السياسيه وان يستمر الوضع كما هو وأن يعاد الزمن ونرجع مثل ما كنا. وهذا مستحيل لأن الثقة انعدمت انتهت. الآن الثقة بين الشعب والشعب انقسم. العراق انقسم الآن خندقين. خندق العملية السياسية وخندق الشعب. لا يمكن أن يتوافق أبدا. توافق مستحيل مفقود. طيب ولا يمكن. والثورة ستنتصر. كورونا غير كورونا ستنتهي الكورونا سينتهي الظرف الطارئ واستعود التظاهرات بأقوى مما كانت وستزيحهم. وهذا يجب ان مو يتوقع يكونوا متاكدين من عنده. فعليهم ان يهربوا ويركبوا مركب النجاه احسن لهم. انا اشكرك دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.